تحكي بقى سلح سلح راه مخو صغير مخو جيعان طبا لك ولي عم سالي هو المحاكمة كلمة كبيرة ولكن اليوم شاهدنا بداية محاكمة بداية المحاكمة فيما يخص هذه القضية هو أنه بعد مرحلة ديال التقديم تقدمنا بالصلاح المؤقت عللنا على أساس أنه فعلا حزنا تنازل ديال أحد الجهات المشتكية هي الجهة اللي نقدروا نسميوها الجهة اللي كنا سمعنا كاملين بأنه الجهة الأمازيغية كان تنازل في المسطرة بالنسبة لباقي الشكايات تقدمنا بصراحة المؤقت وحيلنا المتهم في حالة اعتقال على الجلسة تقدمنا مجددا لطلب الصلاح المؤقت بطبيعة الحال سند وجوج حوايج خطورة الأفعال المنعدمة الأمر يتعلق بتواصل فيسبوكي وأنا أعتبرها في عمقها هي نوع من أنواع حرية التعبير أنا مفترض أننا نتوسع في هذا الباب في حرية التعبير بطبيعة الحال مع احترام التوابيت ومع احترام مؤسسات كل شيء اليوم كنتظروا المآل ديال الملتمس العريض اللي هو ديال الصلاح المؤقت اما القضيه على مستوى الموضوع فقد اجلت لساعة غتكون المحاكمه اليوم 31/10 طبيعه الحال كاين الدفاع ديالو انا واحد منهم فقط وكاين الجهه المشتكيه ممتلئه في دفاعها غنشوفوا النقاش القانوني بعد الاطلاع على المحضر رسميا غدا لان اليوم من تقديم الجلسه استاذ التنازلات ديال الجمعيات الامازيغيه التنازل وضع في مرحله ديال التقديم ديال الجمعيه الامازيغيه وكنا كنتاملوا خير حنا ما نقصوا من قيمه حتى شكايه لكن باقي الشكايات كانت هو شكايات فرديه والاصل ديال الملف هو في الحقيقه هو تواصل فيسبوكي الياس المالكي هذه خدمته في اطار التواصل مع المجتمع ربما انا ما خصني نكذب انا ثقافتي في هذا الباب شويه ضيقه وثقافته تواصله مع العالم الياس المالكي شخص انا قلت كما قلت في الجلسه نعاودها انا لقيت ولادي في داري كيعرفوه حضيه هذا المتهم كما قلت لواحد الموقع قبيل حضيه هذا المتهم هذا السيد بتعاطف شعبي والثابت هو الحضور المكتف ديال الناس اللي كيعرفوه والناس اللي كيبغيوه وحتى انا نقدر نقولها حتى تعاطف دفاعي بالي بانه المحامين الحاضرين المكلفين المؤازرين درجه التضامن ديالهم مع الشخص قبل القضيه هي درجه مرتفعه كتبان هذا الشيء بالنسبه لنا حنا. لحد الساعه خلال الاطلاع على التقديم والتقديم مرحله بالنسبه لنا توجهيه ربما كاينين ثلاثه. ولكن الامر سيصبح رسميا بعد تصوير المحضر غدا ان شاء الله. انا مستعد نجاوب على جميع الاسئله. انا استاذ تهام. التهم خصنا نطالعوا الزميل من هيئه الرباط قبيله كان مطلع اكثر مني على الاتهام فاش قال الكلمه ديال بان ربما كاينه متابعه ديال الكراهيه. واحد الشخص مازال ما دارش تنازل التاثير ديالو على بصراحة المؤقت. الصباح المؤقت تقدمنا به ربما القضيه نهار الخميس 31 ستكون جاهزه الا ما قدمش الصراحه الا ما قدمش التنازل ديالو اكيد غيقدم الضد ديالها اللي هي المطالب المدنيه نهار الخميس وكل واحد راه كيمثل زاويه معينه كيدافع عليها. انتم كدفاع كيفاش كتشوفوا التنازل ديال الاخوان الامازيغ والجمعيات الامازيغيه في هذه الدعوه اللي هي الاصل؟ انا اثمنه لان المغاربه حنا جسم واحد هاد الدكاليه الامازيغي كل شيء حنا الحمد لله الحمد لله حنا جئنا سجون واحد وانا بالنسبه لي افرحني هذا التنازل يدل في عمقه على تثمين حريه التعبير على تقدير من المؤسسه من الجهه المشتكيه الامازيغيه ربما للشخص لطبيعته لتلقائيته واتذكر كلمه قالها هو في التقديم والتقديم ماشي مرحله سريه كان قال واحد الكلمه في زوينه سئل شنو السبب قال ما عنديش القصد والقصد يحيلون على مساله قانونيه ملزمه اللي هي الركن المعنوي حتى جريمه ما تقوم لما فيهاش القصد الجنائي اللي هو الركن المعنوي اللي هو التشكيل النفسي اللي هو الرغبه النفسيه في القيام بفعل حنا كنا كنعرفوا المالكي انا عرفته من خلال هذا الملف والملف السابق هو انسان بسيط على درجه من الوعي وذكاؤه حاد وبالنسبه لنا حنايا شخصيا هذا رايي ماشي مرتبط بالملف في الشخص مفخر يكون بحال هذا الشباب شديد التواصل مع المجتمع وشديد التاثير. ماذا قررت المحكمه اليوم؟ ننتظر جميعا هذا القرار. توقعاتكم استاذ؟ القانون الزم هذا رايك الذي انا كنتشرف به ولكن بالنسبه للقرارات القضائيه ليس من مهام الدفاع نحن ملزمون كدفاع ببذل العنايه دون النتيجه اتمنى بلاص ما نقول رايي اتمنى انه يصادف قرار ديال المحكمه الصلاح المؤقت واذا اقتضى الحال الامر غير ذلك تاكدوا بان الطعون لا زالت مستمره من حق المحامي او المواطن بالاحرى ان يتقدم باستئناف الصلاح المؤقت المرفوض طريق طويله وبالنسبه لنا حنايا الياس المالكي
يفرح بمساله مهمه انا مامنين به كشخص، وكنعرفوا من خلال هذه المعاشره اللي تعاشرنا في الملفات عرفنا الطينه ديالو، انسان تلقائي قوي. وبالنسبه لي انا سبحان الله انا ولا عزيز عليا داك السيد، عرفته في الملف الاولاني لقيته بانه بحالنا دوك اللي كيشوفوا.